لأول مرة تحسم وزارة الدفاع الروسية مصير سوليدار، وتؤكد أن المدينة بالكامل باتت تحت قبضة القوات الروسية. تم تحرير سوليدار مساء 12 يناير الجاري، وهذا أمر مهم لاستمرار عملياتنا الهجومية الناجحة في اتجاه دونتسك. إن فرض السيطرة الكاملة على سوليدار يسمح لنا بقطع خطوط الإمداد عن القوات الأوكرانية في باخموت. سريعاً نفت أوكرانيا المزاعم الروسية وتمسكت بأن القتال مستمر في المدينة، وشددت على أن قواتها تحاول الاحتفاظ بمواقعها وسط معارك شرسة، واتهمت كييف موسكو بإحداث ما وصفته بضجيج في المعلومات. وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية قبل ذلك أن عدد الوحدات العسكرية الروسية في البلاد ارتفع إلى 280 صعوداً من 250 قبل أسبوع فقط، لكن ذلك وفقها لم ينل من قدرة القوات الأوكرانية على الصمود. كييف عند روايتها بأن سوليدار لم تسقط في قبضة الروس، وأن دفة القتال لم تسمح بعد للقوات الروسية بالتقدم في عمق دونيتسك بما يحقق لها هدفها الأهم بالسيطرة على كامل حوض دونباس الصناعي. ومن روسيا أضحى الآن الحديث عن السيطرة على المدينة بالكامل من طرفين ظهر كأنهما جناحان روسيان يديران المعارك في الجبهة الشرقية في أوكرانيا. فمجموعة فاغنر الروسية أعلنت مبكرا إحكام قبضتها على سوليدار، وتمسكت بروايتها هذه رغم تريث الكريملين سابقا في إعلان الانتصار. فأخذ تباين تصريحات الجانبين نحو تساؤلات بشأن ما إذا كان خلف ذلك تنافس أم اتفاق.